بس خلينا نبدا الحلقه ونروح لزميلنا كريم احمد نتعرف منه على اخبار تمرينة النادي الاهلي النهارده في طبعا اطار السعدادات وبدايه المشوار واللي هتكون انطلاقه ان شاء الله قدام الحرس الوطني بطل النيجر. مساء الخير كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، برحب بيك في البدايه وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك، تطمنا على التمرينه بتاعت النهارده، ويمكن في بعض الاخبار الجديده اهمها طبعا انه بيرسي تاو النهارده سمعت انه شارك في التمرينه بشكل كامل. بالتاكيد طبعا، يعني استعدادات مكثفه لفريق النادي الاهلي الحقيقه، وجديه كبيره جدا للانطلاقه اللي بنعملها ان شاء الله، وبنتمنى تكون من نصيب النادي الاهلي وهي مباراه الحرس الوطني. النادي الاهلي الحقيقه مستمر في تدريباته الرابعه والنصف عصرا، بيسبقها طبعا كالعاده محاضرات بسيطه ما بتستغرقش وقت كبير من بيسو موسيماني، لكن كلها طبعا امور خاصه بالمرحله القادمه. الراجل بيتابع بشكل كبير جدا كل الهايلايتس الخاص بفريق الحرس الوطني. ويمكن كمان الاخبار اللي اكدنا عليها وهو ميعاد السفر، يمكن زميلي احمد ميعاد السفر هيكون يوم 14، يمكن قلت هذا الامر لان في صعوبه جدا في التنسيق في ملاعب هناك طبعا في النيجر، ان انت يكون عندك يوم واثنين وثلاثه تقدر ان انت تدرب عليه هناك، ده امر فيه صعوبه كبيره جدا. فبناء طبعا على تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ تم تحديد الموعد يوم 14، النادي الاهلي يتدرب تدريبه وحيده هنا وهو تدريبه وحيده في النيجر، لا يوجد مباريات وديه زميلي احمد طبعا خلال المرحله القادمه، وده ايضا كمان تاكيد من الجهاز الفني لان العدد قليل، احنا عندنا عدد كبير من اللعيبه الناشئين. طبعا اكيد كنا بنتمنى ان في مباريات وديه لان احنا كمان واضح الجهاز الفني زميلي احمد مركز على كل الوافدين الجدد، الانسجام مهم جدا والحقيقه ليهم دور كبير، اوضه اللبس ليها دور كبير، اللعيبه الكبار ليها دور كبير جدا، لان هي دي المرحله اللي تقدر اللعيبه الوافدين الجدد يتاقلموا على المرحله ويتاقلموا على فكره بيتسو موسيماني، وده اللي الحقيقه بنشوفه في التدريب. التدريب النهارده يمكن كالعاده فقرات بدنيه بسيطه، لكن كل تدريب بكره، ما فيش تكتيك على قد ما هي تنميه مهارات، تركيز بشكل كبير جدا. يمكن الراجل امس كان في تصويب على المرمى وكروسات، النهارده الراجل بيغير التدريب، بيعمل اجوان بسيطه جدا وصغيره جدا، ازاي تقدر تقل من اقل لمسه تحرز هدف، امور عديده جدا. وبتختتم طبعا التدريبات بتقسيمه اخيره بتكون فيها حماس كبير جدا لكل الحقيقه بيتالق بيها، والحقيقه موسيماني وكل الجهاز الفني اي لعيب بيتالق بيشيدوا بيه ويحييه، واللعيبه بتحييه لان المرحله دي محتاجه تركيز كبير جدا، احنا داخلين على موسم قوي جدا في كل البطولات، فهي دي المرحله وهي دي الانطلاقه ان شاء الله اللي بنتمناها. الامور طيبه جدا، بيرسي تاو الحقيقه بيشارك في تدريب الامس كامل، بيشارك النهارده في تدريب بالكامل، امور طيبه جدا شايفينها الفتره اللي جايه، لان الوافدين الجدد احنا هنعتمد عليهم بشكل كبير مع كل النجوم اللي معانا. الحمد لله الامور طيبه جدا، التحضير جيد جدا، بنأمل التدريبات تكون مستمره بهذا الجديه الكبيره اللي بنشوفها مع لعيبه النادي الاهلي. انت عارف يا زميلي احمد النهارده كان 4:30، لكن غدا هيتم تعديل موعد التدريب ليكون 11 صباحا، الراجل بيحاول يكون في اختلاف شويه بين التدريبات ومواعيدها، لان انت عارف نقص الاكسجين هيكون كبير جدا في النيجر، فالراجل بيحاول يكون في تدريب صباحا تدريب مسائي، فيا رب ان شاء الله البرنامج الموضوع من الجهاز الفني لبيتسو موسيماني يؤتي بثماره بشكل كبير جدا، اللعيبه تستوعب كل الجمل التكتيكيه وكل التعليمات اللي بيقولها بيتسو موسيماني، وان شاء الله تكون انطلاقتنا طيبه جدا باذن الله في المباراه الاولى امام الحرس الوطني. كريم خليني اسالك على فكره استيعاب اللاعبين لفكر موسيماني والجمل التكتيكيه اللي بيحاول يشتغل عليها معاهم، لاي درجه شايف الصفقات الجديده انسجمت مع الفريق؟ يعني حفظت او هضمت طريقه اللعب، قربت اكتر من فكر مستر موسيماني في الفتره البسيطه اللي فاتت؟ يعني اهتمام بيتسو موسيماني بالجلسات الفرديه قبل التدريب مع كل الوافدين الجدد ده امر مهم جدا، الراجل بيتكلم نظري وبيبدا في العملي يطبق هذا الامر على طبعا المستطيل الاخضر داخل ملعب مختار التتش. الحقيقه الراجل مركز على كل اللاعبين الجدد، طبعا كل اللعيبه لكن اللعيبه الجدد بالتحديد او الوافدين الجدد على فريق النادي الاهلي، التدريب طبعا بيبقى ليه امور خاصه شويه، اوضه اللبس كمان وده دورها كبير جدا، اللعيبه الكبار ان هم يقدروا يحتووا كل اللعيبه، يقدروا ان هم يحفزوهم ويعرفوهم قيمه النادي الاهلي، بتسهل على بيتسو موسيماني امور كثيره جدا زميلي احمد. انت عارف طبعا الخبره في النادي الاهلي كثيرين جدا ودورهم بيكون كبير في فكر بيتسو موسيماني، الراجل بيحاول يوصل فكره، الراجل بيحاول يتكلم معاهم بشكل فردي كبير جدا، والحقيقه بنشوفه في التدريبات، بنشوف التالق وبنشوف الحماس، كل واحد عايز يبقى ليه دوره، كل واحد عايز يرتدي تيشيرت النادي الاهلي ويمثله في بطوله الدوري وفي البطوله الافريقيه، فالامور دي احنا مطمنين الحقيقه، وفي رساله طمانينه كده بنشوفها الفتره دي. انا باكد على رغم قله العدد لكن اللعيبه اللي متواجده الراجل مركز على كل اللعيبه، لكن الخماسي او الرباعي اللي متواجد طبعا سواء حسام عمار احمد عبد القادر كل اللعيبه اللي متواجده دي تركيزهم كبير جدا مع موسيماني، بنتمنى المرحله دي تنتهي، جزء بسيط يكون وصل للعيبه، الجزء الاكبر كمان بقى يجي بالمباريات ويجي بالمشاركه، وعندنا الحقيقه يعني امل كبير جدا ان شاء الله هذا الموسم باللعيبه المتواجده معانا، احنا عندنا احسن لعيبه في مصر، ينقصنا التوفيق بس، التوفيق لو معانا زميلي احمد في كل المباريات هنقدر نحقق ونقدر نعمل نتيجه ونقدر لينا شكل، فيا رب ان شاء الله باذن الله كل النجوم اللي موجوده مع فريق النادي الاهلي تكون انطلاقه جيده جدا، ويكون موسم خير علينا وعلى كل جمهور النادي الاهلي ونستطيع ان نحقق مزيد من البطولات لتزين دولاب بطولات النادي الاهلي. ده اللي بنتمناه، بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد من ملعب مختار التتش في النادي الاهلي، شكرا على وجودك معانا، ودي كانت اخبار
تمرينة الفريق النهاردة. خليني أقول لحضراتكم كمان أنه السكواد دي إن شاء الله بإذن الله يعني تبشر بموسم ناجح، يعني إن شاء الله بإذن الله عندنا لأول مرة وقت أو يعني فترة يشتغل فيها مستر موسيماني مع الفريق، عندنا عدد من الصفقات المحترمة جداً.